اليوم متغير السيت اب ومتغير المكان، متغير كل إشي. انتقلت من البيت، انا في بيت جديد. اوكي، مش كل مره بدي انتقل، تمام؟ اوكي، هالمره مسافر وانا بهوتيل عم بعمل فيديو، لانه اليوم الصبح شفت خناقه بين شيخ ووحده بالتيك توك. الوحده هاي بالتيك توك ما بدي احكي اسمها اليوم، ما بدي، عشان دائما اي حدا بيحكي اسمها بتروح بتحكي عم بيستخدمني عشان المشاهدات. فانا اليوم ما بدي احكي لا اسمها ولا بدي اكتب اسمها باي مكان، وخلص بس انتوا بتشوفوها وحتعرفوها. اوكي تمام، عشان ما تحكي انت تستخدمني للمشاهدات وما بتحكي على فلسطين. ما عم بستخدمك للمشاهدات، تمام. المخانقه هي بينها وبين شيخ، لانه في شيخ علق عليها من قبل وهي ما عجبها الموضوع، صارت باللايف تحكي له كلام، يعني توجه له كلام لإله بس بشكل غير مباشر. وهذا الشيء الصراحة يعني الحركة اللي عملتها هاي يعني مش تمام، ما بينفع هيك تعملي مع واحد مريض، لأنه الشيخ هذا كمان مريض بالسرطان. المهم أنا بالبداية رح أورجيكم الشيخ شو حكى، وبعدين رح أورجيكم هي شو حكت، ورح أكون يعني 100% حقاني. يعني لو شفت أنا الشيخ حكى إشي غلط أنا رح أحكي لكم رأيي، إنه مثلا هاي الشغلة أنا صراحة شفتها غلط. في مشهورات تلبس حجاب بس عادي ينام بيتها واحد أجنبي، تترقص معاه أجنبي، يقولها كلام قبيح جدا، يتهمها بعرضها وتضحك، ويتهمها بعرضها تلزق فيه ويلزق فيها، وهو لا زوجها ولا حلالها، تروج للصداقات، فهذه خطر، هذه قليلة أدب. أوكي شوفوا، يعني كلام الشيخ طيب على كل اللي حكاه، أشياء صارت إلا في شغلة يعني إحنا ما بنعرفها، إحنا مش متأكدين منها، ما بنعرف لو هاي الشغلة جد صايرة ولا لا، اللي هي إنه تنيم واحد أجنبي عندها بالبيت. هذا الشيء إحنا ما بنعرف لو عن جد هو صار، جد ضحى نيمته عندها بالبيت، هل ما نيمته، يعني ما بنقدر إحنا نحكي هيك من راسنا. هذا الإشي غلط، هيك زي إنه عم بيطعم بشرفها. بس هو ما جاب اسمها، بس معروف مين، يعني خلاص معروف عن مين قاعد بيحكي، الكل بيعرف بس ما جاب اسمها، وحتى هي بتعرف، كل الناس كل الدنيا كومنتات، حتى يعني اللي كاتب منزل الفيديو هذا كاتب اسمها، بس هو ما جاب اسمها، بس انه واضح انه قلها الكلام. تريدي تعملي غلط؟ احنا ضده، بس لا تجاهري بمعصيتك. كل امتي معافى الا المجاهرون. الذي يستره الله ثم يستيقظ يا فلان فعلت كذا. هي ما تستيقظ، هي بلايف تبث لك. لايف، فضايحها لايف. عشان يلي ما عارف مين هي، مش متاكد، اكد لنا وحكى انه بلايف وما في غيرها هي اللي بتفتح لايف وبتعمل هاي الأمور، وجابت واحد أجنبي. المهم ضحى ما عجبها هذا الكلام، ما عجبها الموضوع، إنه كيف هيك الشيخ يحكي عني، فطلعت ببث إلها ووجهت له هذا الكلام. أنا سمعت إنه الشيخ هذا كان مريض، إن شاء الله ربي يشفيك، إن شاء الله ربي يشفيك. أنا كنت كضحى أنا مظلومة، أنا اليوم ما حكيتش عليك، ما حكيت لكش في عرضك، في عرض مرتك، في عرض بنتك، في عرض أخواتك. أنا اليوم كضحى تعرضت للأحاديث منك، أنتي تعرضت للغلط في على شرفي وما غلطتش عليك، فمن الأخير ففي النقطة هنا حتى عند ربي أنا المظلومة. هي المظلومة وحكت له الله يشفيك، وهي متعاطفة معاه، تمام. لهلأ كل إشي تمام. الضحى الصراحة اليوم مبين أنه كتير هي منيحة، ما شاء الله عليك يا ضحى. لا عن جد يعني الرد تاعها كتير حلو، كتير جميل، مع انه الشيخ حكى عنها هذا الكلام، انه هي نيمت واحد اجنبي عندها بالبيت، مش متاكد هو من هذا الكلام وحكى، بس هي طلعت ترد بكل ادب. صح غلط، لانه الحساب يوم الدين، الحساب ربي اللي حاسب. فانا كدعوه مظلومه نتمنى لك الشفاء بالمرض. انا سمعت بيه لي مرض الخبيث عند، نتمنى لك الشفاء، ويمكن ربي بليك بلوى باش تبلق باش تتلهى بها وباش تعالجها وباش تترك الخلق للخالق. وليه كما قلت لكم انا شيخ حلاي تفسر لي في الاحلام، هو تحسوا عنده شوك، بنته عملت له عمله من العملات يحط فيهم في عمالي. انا كضحى عندي احساس لعبيد تكتب في تعليقات، راجل يجي يكتب تعليق اخته عملت له شوك في حياته، اخته خليته معقد، أخته عملت له فضيحة في الحومة. يعني هي حكت إنه هي ما بدها تغلط عليه، ما بدها تغلط ولا حتغلط على شرفه، بعدين حكت على أخته، مش عارف شو فيها أخته، إنه أخته وجعت له راسه ولا إشي ولا عاملة إشي لإله، المهم. وكمان بنفس الوقت حكت الله يشفيك، الله يشفيك،
يعني عن جد أنا بتمنى لك الشفاء، مع أنك أنت ظلمتني، بس يمكن الله جاب لك هذا المرض لأنك هيك عملت، يعني عم تتشمت فيه تقريبا. طبعا الله يشفي. أنا الصراحة الشيخ اللي هو وسيم يوسف ما كنت الصراحة كتير واقف معاه بالأشياء اللي بيحكيها، لأنه في أشياء حكاها حللها مثلا من رأسه، في أشياء هو هيك خلاص لا ما غلط صحيح البخاري، فاهمين كيف؟ يعني كتير أشياء طلعت من زمان خلت كتير ناس يشككوا بالأشياء اللي هو بيحكيها، بس هو مو شيخ، هو مفسر أحلام. فحتى لو أنه هو هيك كان يحكي قبل، هذا مش معنى أنه لما يمرض نحن نحكي يستاهل، لا 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 والله لازم يموت، مش هيك. الله يشفيه. وما بيصير أي حدا يعني حتى لو هو بيكرهه زي يهته بمرضه، يحكي له أنه زي يمكن الله ابتلاك بسبب هاي الأشياء اللي عملتها قبل عن صحيح البخاري، والله يمكن الله ابتلاك لأنك أنت حكيت عني مثلا زي ما ضحى عملت. هذا الإشي ما بيصير، ما بيصير هيك، ما بيصير ندعي لحدا بالشفاء بعدين يحكي له ممكن ربنا ابتلاك لأنك بتحكي علي، ما بيصير تتشمتوا بواحد مريض من الآخر. المهم الشيخ أبدا ما عجبه الكلام، يعني أبدا أبدا ما عجبه، وطلع ببث وحكى هذا الكلام. بما أنا ذكرت مفسر أحلام ومشاكل النساء وذكرت أن أصيب المرض الخبيث، فخلاص تقصدني، ما في داعي ألف ودور. أول حاجة، نحن ليس من عادتنا التكلم والعياذ بالله بما قلت واتهمت، نحن لنا الظاهر. بمعنى آخر، حينما تتراقصين على ترندات مع الرجال، تتراقصين مع كنيتة، وأنا ما كنت أحب أذكر الأسماء، تتراقصين مع هذا وهذا وغير لباسك، أنا ما أحب أتدخل ولا أذكر بالأسماء الأشخاص ولا الأعيان، لكنك أنت اضطرتيني، واجب علينا نتكلم. يا بناتنا احذروا من هذه، فهذه تدعو لكذا وكذا وكذا. 100% صح كلام الشيخ، لأنه هي حرفيا فكرة براسها إنه أنا اللي بعمله صح، وعم بتخلي كمان الناس التانية يلي بتابعوها يفكروا نفس الإشي. مثلا لو واحدة صغيرة قاعدة بتحضرها وشايفة إنه كل الناس قاعدة بتحكي لها هذا اللي أنت قاعدة بتعمليه غلط، بعدين ضحى تطلع تبرر وكيف إنه أنا ما في إشي عم بسوي غلط، أنا كل هذا اللي قاعدة بسويه 100% صح. البنت الصغيرة هاي ممكن تتأثر وتروح تعمل نفس اللي عم بتسويه هي ضحى، ممكن بعدين تدخل بأمور يعني أعمق من اللي عم بتسويها ضحى، أسوأ بكتير من هاي الأشياء، بس بسبب أنه مثلا حضرت بث ضحى وهي بتحكي عادي أنا اللي قاعدة بسويه، عادي أنا أطلع مع شاب وأقعد أرقص وأعمل ترندات معه، عادي أنا أطلع مع شاب مش خاطبني ولا أي إشي، نقعد مع بعض هيك بنفس الغرفة وفاتحين بث. كتير أشياء يعني عملتها ضحى، خلينا نكون صريحين، ما بصير تعملها، ما بصير تنشرها، لأنه هي عندها 15 مليون، ما عندها مليون، ما عندها نص مليون. هو الشيخ حكى عنها راقصة، طيب هل أنا يعني واقف مع هذا الشيء أنه هي راقصة؟ لا، يعني مش لهالدرجة، مش لدرجة راقصة، بس واضح أنه الشيخ اتضايق من هذا الكلام، لأنه هي كمان صارت تحكي على أخته. ما بعرف شو في مع الشيخ وأخته، ممكن من رأسها هيك جابت كلام ضحى بس عشان أنه ترجع له إياها، أنت حكيت على عرضي أنا رح أحكي على عرضك. فنحن تكلمنا بما رأينا، لم نتهم. ثاني حاجة، لما تقولي يمكن الله صابك بالمرض لأني تكلم، بالعكس أصلا لو صابني بالمرض لازم لو افتريت عليك أخاف وأعتذر لك، لكن تخيل الحين أنا مصاب بالمرض وأتكلم وأقول لا أنت كذا وكذا إلى النهاية. زين، والمسألة الثالثة، يوم تقول يمكن بنتك عملت لك، أنا ما عندي بنات، يا ريت عندي بنت، أمنية حياتي أن تكون لي بنت، بس للأسف ما عندي، بس الله يرزقني، ولو كانت عندي بنت لن تكون مثل. واضح أنه الشيخ كتير متضايق، واضح من الكلام اللي حكته ضحى، اللي هي أكبر شغلة حكتها ضحى اللي هي أنه صارت زي تتمسخر على مرضه، أنه يمكن الله ابتلاك بهذا المرض وعشان هيك انت لازم هلأ تصحى حالك، ما بيصير تحكي على الخلق. فانه هاي ما إلها داعي ابدا، لانه الانسان هذا هلأ مريض، منيح منه يعني الشيخ انه طالع قاعد بيفتح لايفات ولا كأنه في اشي. انتوا بتعرفوا الناس يعني اللي عندهم هذا المرض الخبيث، يعني عندك زي انت 50% فرصة تعيش، 50% فرصة تموت، فالنفسية تاعتك حتكون متحطمة يعني على الأقل شوي، أكيد ما راح تكون أنت يا ربي يس إجاني سرطان، ما هيك، أكيد حتكون متضايق. فمنيح منه الشيخ أنه عم بيطلع بيفتح لايفات، عم بيحاول يحكي عن أشياء لسه دينية، مش أنه فقد الأمل من الحياة، عم بيحاول يعيش حياته. كمان سمعت له بلايف بيحكي أنا
ندمت لأنه ما كنت أطلع لأماكن، ما كنت مثلا أروح البحر، ما كنت أروح المول، كنت أخاف بسبب الشهرة. فهو هلأ قاعد بحاول يعيش حياته، ما فقد الأمل. الله يشفي، الله يشفي الشيخ عن جد. يعني ضايقني لما شفت أنه هو إجا السرطان، والله العظيم. صح أنه هو قبل حكى كلام أنا مش واقف معه 100%، بس هذا كمان مش معناه أنه أنا بدي أتمنى له الموت ولا أنه الله لا يشفي. لا، أكيد الله يشفي الشيخ. المهم أنه ضحى بعدها رجعت ردت على الكلام، هيك شكله حيضلهم بس يردوا على بعض هو وضحى. انتي مني تعرفوا محتوى تبع فيا؟ برش فيهم؟ ايش تعرف اللي محتوى ذيك التيفة ولا مش تيفة؟ تصار تفرج فينا؟ عليك تتفرج؟ ولا سمعتوا الابليكاسيون تطبيق فيه فلوس ترى خار ندخل؟ شكون اشهر واحد فيه التطبيق؟ ذوحة خار نجبدها تطلع مجادد. حسهم هكا، انا نحسهم هكا اللي يدخلوا جدد دقيقه تشوفهم يهاجموني يقعدوا بي مع شكون. اسمعني، تيك توك فيه فلوس، اي فيه فلوس، شكون اشهر واحد؟ ضحى ترى تجبدها تطلع مشاهدتك برا، جبدها احكي على شرفها، احكي عليها كل شيء تطلع مشاهدتك كل شيء، الناس تركز معك خصهم برشا ناس يكرهوها ويسمموا لك ودرا شنو هكا. هنا بيع الضمير وبيع كل شيء. ضحى يلي انت بتسويه غلط، مو بس انا هحكي، كل الدنيا حكت ضحى، مو بس أنا، مو بس الشيخ، مو بس العالم، كل الدنيا ضحى حكت إنك اللي بتعملي غلط. طيب هلأ مين بده يقنعها لضحى؟ لأنه هي من زمان مش مقتنعة، لساتها خلص هيك إنه أنا اللي بعمله صح. ضحى كل الدنيا يا زلمة عم تحكي لك، يعني هو عن جد الأشياء هاي اللي عملتيها قبل غلط، أنا ما بحكي لك على هلأ، هو هلأ كمان عملتي الإشي غلط إنك زي تمسخرتي على مرض الشيخ، يمكن الله ابتلاك بسبب لأنك هيك حكيت عني. بس اللي قبل كنت تعمليه مثلا مع كانيتا وتفتحي بثوث، هاي أشياء يعني بمجتمعنا غلط، على الأقل بمجتمعنا. فيا ضحى يعني أنت اللي بتعملي غلط، فلما واحد مشهور إن كان أنت إن كان مين ما كان يا أخي، أي حدا مشهور عمل إشي غلط الناس حتنتقد هذا الشيء، فاهمة يا ضحى؟ فاهمة والله العظيم. بس عشان هيك هو مو إنه الناس بيدخلوا على الابليكيشن وبيحكوا مين أشهر وحدة خليني يلا أنا أحكي عليها عشان يجيني مشاهدات، لا مش هيك القصة والله العظيم. يعني حتى الشيخ ما طلع يحكي عنك بس عشان خليني أجيب مشاهدات، في إشي غلط، لأنه هو بيقدر يحكي أحد أشهر منك لو عشان مشاهدات، صح ولا لا؟ مثلا كان بيقدر يحكي عن عبير، عرفتوها هاي اللبنانية اللي كتير مشهورة أشهر تيك توكر، كان بيقدر يطلع عنها لو الهدف هو مشاهدات. بس الهدف من كلام الشيخ إنه بس يوعي الناس إنه انتبهوا من الأشياء اللي بتعملها، لا تاخذوا قول هاي الأشياء إنه إشي عادي، انتبهوا منها ولا تسووا زيها فقط لا أكثر. وعشان هيك أنا كمان بهذا الفيديو ما بدي أحط اسمها، لأنه هيك بتحكي كلام بتفكر إنه اي حدا حكى عنها حط اسمها انه بس عشان انا بدي مشاهدات وعشان هيك انا عم بنتقد فيكي. لا يا اخي، في اشياء غلط بتصير فالمنتقدين بيطلعوا بينتقدوا، الشيوخ بيطلعوا بيحكوا، مو بس هذا الشيخ، في شيخ تاني كمان حكى من قبل عليها. المهم انه الشيخ هذا الصراحه بس غلط بشغله، هو انه لما عصب وحكى عنها هذا الكلام. اكتبوا لي الناس، اكتبوا لي في مشهوره تكلمت عنك، شو تكلمت؟ خلينا نتسلى شوي، شو تكلمت؟ ممكن شو اسمها ما غيرها هذيك اللي بعد كم من لا تقول اسمها، لا تقول لا ما حكيت اسمها، بس قريبا راح تتفرع البنت. تدري ما اعرف شو تكلمت هي، بس يعني 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 تتوقع قعدت ترد على مثل هذا يا رجل؟ اخر فيديو لها تحرض الشباب بالدخول بالعملات الرقمية، رغم في هنا مشهورة، في هنا مشهورة في لوس أنجلوس معروفة اسمها، دفعت 2,100,000 دولار غرامة لأنها حرضت الناس على نفس الموقع في العملات الرقمية، قالت لهم سيروا بتكسبوا مال، رفعوا عليها قضية ودفعت، اضطرت تدفع للمحكمة 2,100,000 دولار. انت تدعي للرذيله، تدعي للفجور، راقصه، انت عباره عن راقصه، يعني انا شفتك اتذكر راقصات، راقص ترندات انت. اللي عم بيحكي عنه الشيخ هو مروى، هاي العمله اللي الكل قاعد بيطلع بيحكي اشتروا منها وراح ترتفع 100%. طبعا انتبهوا كثير من هاي الشغله، ادرسوها منيح قبل ما تدخلوها، لا تدخلوا بإشي زي هيك اي عمله كانت بدون ما تدرسوا. اذا انت ما بتفهم بهذا الموضوع لا تشوف فيديوهات تيك توك وتحكي يس هذا عم يحكي الصدق خليني اروح اشتري، انتبه كتير منيح من هاي الأشياء. المهم أنه ضحى سوت عليها، فأنه يعني الوضع مشكوك بأمره معروف، هلأ العملة كتير الناس قاعدين بيحكوا عنها أنه مشكوك بأمرها،
فلما ضحى طلعت تحكي عنها اكيد بيكون ما زبط الوضع، فاهمين كيف؟ مزبطين لها الوضع الآخر. مش هاي الشغلة بس الغلط اللي أنا كنت قاعد بحكي عنها، يعني ممكن كلام الشيخ صح، أنا ما بعرف عن قصة هاي اللي بلوس أنجلس اللي روجت عليها نفسها ودفعت 2,100,000. بس الشغلة الغلط اللي هي أنه اللي فاتح معاه بث، اللي قاعد بيحكيه بالبث، حكاله آه هاي اللي حتفرع كمان شوي، بس أنت ما بتقدر هيك يعني زي تتهمها أو خلص تروح على المستقبل وتحكي كيف انه هاي رح تشلح حجابها كمان شوي. وبس والله هذا هو الفيديو لليوم، ونشوفكم على خير، فمان الله.